السلام عليكم، كنتمنى باش انكم تكونوا بخير وعلى خير. غادي نجاوب على مجموعه ديال الاسئله اللي طرحوا في قناه سلسله لقاء مع الموجي، لذلك حاولوا انكم تنتبهوا معايا وحاولوا انكم تطرحوا مجموعه ديال الاسئله ديالكم. ممكن تخلوا لي كذلك واحد الكومونتير اسفل هذا الفيديو، وانا غادي نحاول ان ندير واحد الفيديو اخرى باش نجاوب كاع على الاسئله ديالكم. السؤال اللي تطرح وكانوا اسئله كثار، انا غادي نحاول نختار بعض الاسئله باش انني نجاوب على الاسئله اللي هما مهمين وضروريين وخصكم ضروري انكم تعرفوا. السؤال ديال حكيمه كتقول لك: سلام، انا بغيت نبدل النيميرو ديال التليفون في مزار، كي ندير ليها؟ الطريقه راه ساهله، ما هي كل ما عليك هو انك تمشي لجوجل وانك تكتب فضاء المتمدرس مزار، من بعد ما تدخل تدخل المعلومات ديالك بطبيعه الحال، كود مزار، وكذلك داك القن السري اللي عطاوك ولا كلمه المرور. من بعد ما تدخل الفضاء الخاص بك فغادي تقلب على تغيير المعلومات، من بعد ما تضغط عليها فغادي يطلعوا لك المعلومات ديالك كامل، الاسم كامل ديالك، كذلك التاريخ ديال الازدياد ديالك، الرقم ديال الهاتف، وكذلك الايميل ديالك. غتمشي اوتوماتيكمون غادي تغير الايميل ديالك الى بغيتي تغيرو، حيت الايميل راه ضروري، وتغير كذلك الرقم ديال الهاتف ديالك.